السلام عليكم طلاب الصف الثاني. اليوم يا مس في مادة الرياضيات، يلا كلنا نطول كتابنا الرياضيات، بدنا نبدأ بدرس جديد من وحدتنا الكسور والأشكال الهندسية. إيش عنوانه يا ثاني؟ هو الدرس الرابع. إيش عنوانه؟ الأحرف والأوجه والرؤوس. يعني يا ثاني اليوم بدنا نتعلم، إيش بدنا نتعلم يا ثاني من درسنا؟ بدنا نتعلم نحدد عدد الأوجه وعدد الأحرف وعدد الرؤوس لكل مجسم. طيب يا ثاني، إذا كلياتنا نفتح على كتابنا صفحة 58 يا ثاني، الدرس الرابع. إيش عنوانه يا ثاني؟ عنوانه الأحرف والأوجه والرؤوس يا ثاني. طيب إيش يعني أوجه وأحرف ورؤوس لمين يا ثاني؟ بدنا نحددهم يا ثاني للمجسمات، بدنا نحددهم يا مس لمين؟ للمجسمات. طيب في الدرس السابق ايش اخذنا المجسمات؟ ما هي المجسمات؟ هي حكينا عدد الاشكال، عندنا اشكال، هاي الاشكال بنسميها مجسمات. يلا مين يعد لي ايش هم المجسمات؟ يلا مع بعض، شو المجسمات اللي اخذناها؟ اخذنا يا ثاني الاسطوانه والمكعب والدائرة والمخروط والهرم ومتوازن مستطيلان، صح يا ثاني؟ إذا إحنا يا ثاني أخذنا ست أشكال، ست مجسمات وتعرفنا عليهم يا ثاني. إيش هم؟ نعيدهم؟ الهرم ومتوازن مستطيلات والمكعب والدائرة، الكرة عفوا، وإيش كمان؟ والمخروط ومتوازي المستطيلات. وتعرفنا يا ثاني بانه لكل مجسم كم سطح يا ثاني؟ سطحان، سطح مستوي وسطح منحني. يعني يا ثاني خليني اعطيك شكل. هسا ايش اسمه هذا يا ثاني حكينا عنه؟ حكينا عنه متوازي مستطيلات. هذا الشكل مجسم يمثل لي متوازي مستطيلات، حكينا له كم سطح يا ثاني؟ سطح مستوي وسطح منحني. وين السطح المستوي؟ هي الثاني اللي له قاعده، حكينا الذي لديه قاعده بنسميه سطح مستوي. وين المنحني يا ثاني؟ هي هذا الانحناء يا ثاني، صح ولا لا؟ تعال ناخذ كمان مجسم نراجع درسنا. طلعوا يا ثاني، حكينا هذا شكل ايش المجسم؟ اسطوانة. وين السطح المستوي؟ هي الثاني، هاي القاعدة هون وهون، عنده سطحان مستويان. وين السطح المنحني؟ هي الثاني، هذا هو السطح المنحني. راح افرجيكم كمان الكرة. الكرة حكينا هل لديها سطح مستوي يا ثاني؟ لا يوجد لها سطح مستوي لأنه ما لها قاعدة، لكن ايش يوجد لديها يا ثاني؟ يوجد لديها سطح منحني، يوجد لديها سطح منحني. طيب يا ثاني، هاي الأشكال أنا يا مس، الأشكال اللي عندي يا ثاني بدي أتعرف أحدد لها عدد الأوجه وعدد الأحرف وعدد الرؤوس. كلياتنا يا ثاني ننتبه على السبورة على هذا الشكل. طيب هذا الشكل ماذا يمثل؟ أي مجسم يا ثاني؟ هذا بيمثل لي يا ثاني مجسم المكعب. إذا أنا عندي يا ثاني هذا الشكل مكعب، بدي أحدد وين رأسه؟ وين حرفه؟ وين وجهه؟ طلع علي يا ثاني. شايفين يا مس هاي النقاط اللي باللون الأخضر؟ عندنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 هون في كمان 1. إذا إيش بنسميهم هذول يا ثاني النقاط اللي باللون الأخضر؟ إيش بسميها يا مس؟ بنسميها رؤوس. إيش بنسميها يا ثاني؟ أي أحسن هيك؟ بنسميها رؤوس. إيش بنسميها يا ثاني؟ رؤوس. إذا وين الرأس تاعي المكعب؟ هي خمس النقاط اللي باللون الأخضر بنسميها رأس، يعني هذا رأس. أيضا إيش هذا بنسميه ثاني؟ بنسميه أيضا رأس. إذا تعرفنا وين هو الرأس يا ثاني، خلينا نشوف على متوازي المستطيلات أين الرأس. طلعوا يا ثاني، يا
يلا هذا عندي الشكل، يلا وين الرأس؟ هيا يا ثاني تكون الحس في هاي. إذا عندي هاي رأس، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. شوفوا يا مس، إذا يا ثاني هاي يا مس إيش بنسميها؟ هاي اللي هون الزوايا بنسميها رؤوس. إيش بنسميها يا ثاني؟ بنسميها يا ثاني رؤوس. إذا عندي المكعب، شوفوا الرأس هيدا اللي باللون الأخضر. تعرفنا على الرأس، نيجي هسا نتعرف على الحرف. شو الحرف الثاني؟ اللي هو الضلع. الضلع تاع مين؟ تاع المجسم. يلا وين الحرف؟ هيا بنسيف هذا المستطيل، هذا نسميه حرف. حرف حرف حرف، وهذا حرف، وهنا حرف، وهذا حرف. حرف 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 حرف، ماشي يا ثاني؟ إذا إيش اسمه هذا يا ثاني؟ المستقيم بنسميه حرف. لأن تعرفنا على الحروف، تعال نشوف على متوازن مستطيلات أين الحروف يا ثاني؟ هذا شكل متوازن، وين الحرف يا ثاني؟ هيو، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر. إذا كم حرف له؟ اثنى، يعني هذا يمس المستقيم. أنا أهم شيء سأعرف يا ثاني وين هو الحرف؟ الحرف للمجسم هاي القطعة المستقيمة، شو بسميها يا ثاني؟ بنسميها حرف. يعني يا ثاني إذا أخذنا عندي هذا رأس، هاي الحرف اللي هون بنحكي عنه رأس 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 رأس. وأين الحرف؟ هذا يا ثاني الحرف، حرف حرف حرف، ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس، إذا تعرفنا على الرأس والحرف، أين الوجه يا ثاني؟ إيش الوجه؟ شايفين هذا الملون باللون الأخضر يا ثاني؟ بنسميه وجه، يعني هذا وجه، هذا وجه، هذا وجه، هناك وجه. وين الوجه بمتوازن المستطيلات على المجسم؟ هذا يا ثاني بنسميه وجه. شو بنسميه؟ وجه. إذا هذا عندي وجه، وهنا وجه، صح يا ثاني؟ وهذا وجه، وجه، وجه. إذا يا ثاني هذا إيش بنسميه؟ وجه، ماشي يا مس؟ طيب يا ثاني، قبل ما نفوت يا ثاني، إذا تعرفنا وين هو الرأس؟ وين هو الحرف؟ وين هو الوجه يا ثاني؟ إذا أنا تعلمت على إني أحدد أين الرأس؟ وأين الحرف؟ وأين الوجه؟ طيب يا ثاني هسا لكل مجسم يا مس في عدد أوجه وعدد أحرف وعدد رؤوس. يلا نشوف المكعب، هذا المكعب هي احنا راسمينه يا ثاني، بدنا نعد كم عدد الاوجه وكم عدد الحروف يا ثاني اللي فيه، ماشي يا مس؟ طيب يا ثاني، تعال نشوف يا مس عدد الاوجه للمكعب، هذا عندي مكعب، خلينا نشوف قديش عدد الاوجه، يلا تبع معي يا ثاني، الوجه وين حكينا؟ هاي وجهه اللي باللون الاخضر، يلا تبع. واحد، هي واحد، اثنان، ماشي يا ثاني، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ورح يكون يا ثاني في واحد من الأمام، إيش رح أسميه؟ رح أسميه ستة، يعني هذا الوجه للأمام، بس هو لأنه رسم ما رح يكون واضح. بأما لما يكون معك مجسم بتكون واضح يا ثاني. إذا المكعب بدي أحفظهم يا مس، هذا الجدول يا ثاني حفظ، هذا الجدول شو ماله يا مس؟ حفظ، ماشي يا ثاني؟ إذا عدد الأوجه للمكعب ستة، إذا قديش عدد الأوجه يا ثاني للمكعب؟ ستة. طيب خلينا نشوف الرؤوس، يلا نعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر. إذا أنا عندي يا ثاني إثنى عشر، إثنى عشر لا عفوا يا ثاني، عفوا يا ثاني، نعيد يا مس، نعيد. إحنا بدنا، أنا عدت رؤوس، إحنا بدنا هون إيش عنا؟ بدنا عدد الأحرف، بدنا عدد الأحرف وليس الرؤوس. خلينا نعيد يا ثاني، إذا عدد الأوجه إيش حكينا يا مس؟ ستة، هيا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، اللي هم القواعد، هاي ستة. هسا بدنا عدد الأحرف، بدنا عدد الأحرف،
يلا نعيد مع بعض، واحد اثنان ثلاثة أربعة، خلينا نحطها باللون الأحمر عشان ما نخربط، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر واثنى عشر يا ثاني. إذا أنا عندي كم حرف يا ثاني؟ عندي اثنى عشر حرف للمكعب. إذا نكتب عند عدد الأحرف اثنى عشر حرفا، اثنى عشر حرفا. يلا نعد الرؤوس يا ثاني، هسه الرؤوس يا مس، يلا نعد. واحد، خلينا نلونها عشان احنا نعد ما نخربط، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، شايفين يا مس؟ إذا أنا عندي ثمان رؤوس لمين يا ثاني؟ للمكعب. طيب خلينا ناخذ يا ثاني بدنا ننط متوازي المستطيلة، لأنه عندنا مجسم، خليني أفرجيك يا ثاني. طيب يا مس، عندنا متوازي المستطيلات حكينا هو يشبه مين؟ بيشبه كشكل بيشبه المكعب، لكن كان فرق بيناتهم الوجه، الوجه هو اللي بيفرق لي بيناتهم. إذا كان مستطيل يا ثاني حنحكي عنه متوازي المستطيلات، وإذا كان الوجه مربع نحكي عنه مكعب، صحيح اتفقنا؟ طيب يا ثاني خلينا نشوف يا مس متوازي المستطيلات كم عدد الأوجه، كم عدد يا ثاني الأوجه؟ يلا خلينا نعد يا ثاني، يلا طلع علي، هذا وجه، واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعيد يا ثاني مرة أخرى، هاي القاعدة، ها واحد واحد اثنان، ماشي يا ثاني؟ ها ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا قديش عدد الأوجه في متوازي المستطيلات؟ خلينا ناخذ لون ثاني، ستة. نحط يا ثاني ستة، متوازي المستطيلات ستة. عشان ما تخربط يا مس. هذول يا مس بنكتبهم على دفتر الرياضيات وبنحفظهم يا ثاني، لأنه مهمات كثير، إذا حفظناهم معناته أنا أموري تمام. إذا متوازي المستطيلات عدد الأوجه كم يا ثاني؟ ستة. يلا نعد عدد الأحرف، خلينا نعد عدد الأحرف. يلا حكينا وين الحرف يا ثاني؟ هي القطعة المستقيمة. يلا نعد مع بعض، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر. يعني يا ثاني بعد الأحرف، عندك مس أنت باكيت الفاين، مس باكيت الفاين بحط فيه الفاين، هو شكله متوازي مستطيلات، ممكن إنك تطبق عليه متوازي المستطيلات بعدد الأوجه والحروف والرؤوس، صح يا ثاني؟ يعني أنت عندك بالبيت مجسمات تقدر تطلع منها عدد الأوجه والأحرف والرؤوس لكل مجسم عندي. إذا حكينا عدد الأحرف 12، يلا نشوف عدد الرؤوس يا ثاني، حكينا الرأس هيو صح؟ يلا نعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا عندنا عدد الرؤوس ثمانية. إيش بنلاحظ يا ثاني؟ بنلاحظ إنه المكعب ومتوازي المستطيلات إلهم نفس عدد الأوجه وعدد الأحرف وعدد الرؤوس، إذا هما متشابهات، متشابهات في عدد الأوجه والأحرف والرؤوس، لكن يا ثاني بيختلفوا بإيش حكينا؟ بشكل الوجه، متوازي المستطيلات شكل وجهه ايش يا ثاني؟ مستطيل، لكن المكعب ايش شكل وجهه يا ثاني؟ مربع، ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس، خلينا ناخذ الكرة، هي راح اعطيك مجسم كرة. هاي ثاني عندي الكرة، يلا ايش بدنا نطلع لها؟ عدد الاوجه. ثاني هل الكرة وجه؟ هل الكرة وجه؟ طبعا الوجه يا ثاني ايش الوجه المقصود؟ الوجه اما بيكون شكله مربع، هي نكتبها هون، اما بيكون شكل الوجه مربع او مستطيل او مثلث، اخذتهم يا ثاني بالصف الاول، خلينا نكتبهم هون،
إذا يا ثاني حال شكل الأوجه، إما بيكون يا مس شكل الوجه مربع أو مستطيل أو مثلث. هاي أشكال الأوجه، هيك بيكون شكلهم. طيب يا ثاني الكرة هل له وجه؟ هل شكله مربع؟ هل هو متوازي المستطيلات؟ هل هو مثلث؟ شايفين حلو شكل يا ثاني؟ لا. إذا عدد الأوجه للكرة صفر، ما له وجه يا ثاني. هل لديه عدد أحرف؟ هل هناك في قطع مستقيمة يا ثاني بالكرة؟ ما في، إذا صفر. هل له رؤوس الكرة؟ هل لها رأس؟ ما لها ولا رأس يا ثاني. إذا نستنتج بأن الكرة لا يوجد لها لا عدد أوجه ولا عدد أحرف ولا عدد رؤوس يا ثاني. طيب يا مس خلينا نشوف الأسطوانة، راح أعطيك شكل الأسطوانة يا ثاني، هاي شكل الأسطوانة صح يا مس؟ يلا بدنا نشوف عدد الأوجه، وين وجهها يا ثاني الأسطوانة؟ هيها، هاي لها وجه واحد، وهاي كمان وجه اثنان، إذا لها وجه واحد واثنان، إذا قديش عدد الأوجه للمستطيل؟ للأسطوانة عفوا، اثنان. إذا عدد الأوجه للأسطوانة كم يا ثاني؟ اثنان. طيب هل لديها عدد أحرف؟ وين الأحرف يا مس؟ الأسطوانة زي علبة الفول أو المعلبات أو علبة الشيبس برينجلز صح يا ثاني؟ هل لديها خطوط مستقيمة؟ ما إلها، إلها سطح منحني، يعني ما إلها خطوط مستقيمة. إذا يا ثاني عدد الأحرف للأسطوانة لا يوجد، لا يوجد لديها عدد أحرف، لا يوجد لديها عدد أحرف. طيب بما إنه ما في إلها أحرف، هل يوجد لديها عدد رؤوس يا ثاني؟ لا يوجد لديها عدد رؤوس، ما بيكون إلها عدد الرؤوس. إذا الأسطوانة لها وجهان، لا يوجد لديها لا عدد أحرف ولا عدد رؤوس يا ثاني. طيب يا مس خلينا نيجي للمخروط، طبعا أنا ما عندي مجسم يا ثاني للمخروط، بس حكينا المخروط زي شكل مين يا ثاني؟ زي شكل طاقية عيد الميلاد، تخيلها يا ثاني، هي هيك بده يكون شكلها، هيك بده يكون شكل طاقية عيد الميلاد، صح يا ثاني؟ صح يا مس؟ يلا نشوف كم عدد الأوجه لديها؟ كم عدد الأوجه يا مس؟ كم عدد الأوجه يا ثاني؟ هيها كم وجه إلها؟ ما حكينا الوجه إما بده يكون كشكل مربع أو مستطيل أو مثلث أو زي شكل الدائرة يا ثاني، أيضا الدائرة هي شكلها هون بيضوي صح يا ثاني؟ هاي شكلها بيضوية، بيضوية صح يا ثاني؟ طيب إذا كم القاعدة، كم قاعدة عندي إلها؟ قاعدة مستوى واحد، إذا سطح المستوي إلها حكينا بالدرس السابق للمخروط لها سطح مستوي واحد، إذا هب بعتبره يا ثاني وجه، ماشي؟ إذا عدد الوجوه كم يا ثاني؟ واحد، كم يا ثاني؟ واحد. طيب يا مس هل لديها عدد أحرف؟ هل لديها عدد أحرف؟ مس لا تحكي لي مس واحد اثنين، لا يا ثاني، هذا يا ثاني للمخروط هذا سطح مستوي، سطح مستوي، عفوا منحني، سطح منحني يا ثاني، احنا حكينا عن الأحرف لما بدي أحكي عنه حرف لازم يكون خط مستقيم، إيش يكون يا ثاني؟ خط مستقيم، لكن بالمخروط يا ثاني هذول إيش نسميهم؟ سطح منحني، سطح منحني، إذا لا يوجد لديها عدد أحرف، إذا صفر ما إلها. طيب كم رأس إلها؟ هيدا يا ثاني، كم رأس؟ رأس واحد، هيدا شايفين النقطة؟ هي إلها رأس واحد يا ثاني، ماشي يا مس؟ إذا هسا بنيجي للهرم، طبعا يا ثاني الهرم أنا رح أفرجيك إياه على كتابك لأنه على الرسم يا مس. طيب نيجي هون يا ثاني، طلع لي يا مس هذا شكل الهرم عندي، هذا شكل ايش يا مس؟ شكل الهرم، هذا شكل يا ثاني الهرم. هسا الهرم كم وجه له يا ثاني؟ تعال نعدهم، واحد
اثنان، في من هون ورا كمان ثلاثة، أربعة. إذا هون أربعة والقاعدة اللي تحت قديش صاروا؟ خمسة. إذا عدد الأوجه يا ثاني خمسة، ماشي؟ طيب كم حرف لو أنا عديتهم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. في كمان لورا يا ثاني، لو لفيت أنا الهرم بدي يكون ستة، سبعة، ثمانية. إذا بدي يكون عندي ثمان أحرف، ورح يكون قديش عدد الرؤوس نعد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واللي من ورا كمان رح يكون خمسة. إذا أنا عندي شكل الهرم أحفظها يا ثاني عندي خمس رؤوس. إذا عدد الأوجه هاي بس حفظ أحفظها للهرم، وعدد عدد الأحرف حكينا يا ثاني ثمانية، وعدد الرؤوس أيضا خمسة. إذا عدد الأوجه، عدد الأوجه يا ثاني خمسة، وعدد الأحرف ثمانية، وعدد الرؤوس خمسة يا بس. إذا يا ثاني هذا الجدول معانا حفظ. أنا إذا حفظت يا ثاني عدد الأوجه وعدد الأحرف وعدد الرؤوس لكل مجسم، إذا أنا بجاوب على أي سؤال يا ثاني. طيب يا مس، نفتح كتابنا على صفحة، شوف هسا كيف إحنا بدنا نجاوب بناء على مين يا ثاني؟ بناء على الجدول اللي أمامنا. يلا نفتح على صفحة 59 نجاوب على الأسئلة. يلا يا مس، بحكي لنا حدد عدد الأوجه المجسمات الآتية وأحرفها ورؤوسها، صح يا ثاني؟ يلا شوف الشكل الأول. الشكل الأول إيش بيمثل لي يا ثاني؟ متوازي مستطيلات. إذا كلياتنا نكتب يا ثاني فوقيه متوازي مستطيلات. إذا شكله يا ثاني هذا متوازي مستطيلات. يلا كم عدد الأوجه إله؟ هيو يا ثاني، هيو الجدول، شفت أنا ايش بحكي لك احفظ الجدول. متوازي المستطيلات كم عدد الأوجه؟ ستة، وعدد الأحرف 12، وعدد الرؤوس يا ثاني 8. إذا بكون سهل علي إني أنا أجاوب الأسئلة. إذا يلا قديش عدد الأوجه؟ يلا ما عدد الأوجه يا ثاني؟ نكتب ستة، وعدد الرؤوس ثمانية، وعدد الأحرف 12. 12 خلينا نجاوب اللي تحتيها ثلاث، لأنه حكينا متوازي المستطيلات يا ثاني والمكعب إلهم نفس الأوجه، نفس عدد الأوجه وعدد الرؤوس وعدد الأحرف. إذا عدد الأوجه رح يكون أيضا ستة، وعدد الرؤوس ثمانية، وعدد الأحرف 12. يلا يا ثاني نيجي على رقم اثنين. يلا كم عندي يا ثاني عدد أوجه ورأس وكرة؟ لإيش هذا الشكل المجسم؟ كرة. حكينا على الكرة، هل لديها وجه؟ هل لديها رأس؟ هل لديها حرف؟ في ناس رح تحكي لي مس الكرة بلا، هيها وجهة واحد، هيها دائرة. مس لا، الكرة حكينا دائما لما بدي أحكي وجه يعني بدي يكون سطح مستوي. سطح إيش يا ثاني؟ مستوي. لكن الكرة شو حكينا عنها بالدرس السابق؟ حكينا لا يوجد لديها أسطح مستوية، هذا سطح يا ثاني منحني للكرة. لهيك هي لا يوجد لديها عدد أوجه ولا رؤوس ولا أحرف. إذا كلياتهم يا ثاني رح يكونوا أصفر، ماشي يا ثاني؟ يلا نشوف المجسم رقم أربعة، إيش اسمه يا ثاني هاد؟ اسمه مخروط. اسمه يا ثاني مخروط، اسمه مخروط يا ثاني. يلا المخروط كم وجه له حكينا؟ هي تحتي هذا الوجه إيش اسمه؟ وجه واحد، سطح مستوي. إذا له وجه واحد. وكم رأس؟ هي الرأس يا ثاني، هذا رأسه، كم رأس؟ واحد. هل لديه أحرف؟ لا يوجد لديه أحرف، لأنه لازم الأحرف تكون إيش يا ثاني؟ مستوية. لكن المخروط إيش هون عندنا يا ثاني؟ هاي أسطحه منحنية، ماشي يا مس؟ يلا نشوف هون، حوط الشكل الذي ينطبق عليه الوصف. يعني هو معطيني يا ثاني عدد أوجه وأحرف ورؤوس، وأنا بدي أشوف مين الشكل المناسب اللي إله. يلا عندنا هون
خمس أوجه وثمان أحرف وخمس رؤوس. هسا لو إني أنا حافظ الجدول، أحفظ الجدول طوالي، إيش بحكي عنه هذا يا ثاني؟ بحكي عنه هرم، بحكي عنه هرم، لأنه الهرم لديه خمس أوجه وثمان أحرف وخمس رؤوس. يعني أصلاً الكرة مستبعدة خطأ لأنه ما إلها خمس أوجه. المكعب كم وجه إلها يا ثاني؟ ست أوجه، صح؟ أما إذا ينطبق على الوصف اللي هو الهرم. يلا نشوف هون يا ثاني، له وجهان وصفر أحرف وصفر رأس يا ثاني. مين هو يا مس؟ هسا الكرة لديها أوجه؟ إذا لا، إذا بستبعده، بكتب إكس. المكعب كم وجه له؟ ستة، لكن أنا عندي إيش هون يا ثاني؟ وجهان، إذا بكتب عليه إكس. الأسطوانة؟ نعم، إذا بحط دائرة على الأسطوانة لأنه هيها إلها وجهان من فوق وتحت، سطحان مستويان، وهي ثاني ما إلها رؤوس وما في إلها أحرف يا ثاني. ماشي يا مس؟ طيب يا ثاني يلا نشوف سؤال سبعة، بحكي لنا يقول كمال إن لأي مجسم، يعني أي مجسم من هالمجسمات، ماشي، إن لأي مجسم رأسا واحد على الأقل، هل ما يقوله كمال صحيح يا ثاني؟ طيب تعال نشوف عندنا جدولنا، بحكي لنا كمال لأي مجسم من هالمجسمات، المكعب والكرة والمخروط والاستوانة والتوازي المستطيلات والهرم يا ثاني، إلهم رأس واحد على الأقل، ولا الرؤوس؟ نيجي هون عند الرؤوس. كمان بيحكي لازم يكون لكل مجسم من هالمجسمات رأس واحد. طيب المكعب هيها إلها ثمان رؤوس، والمخروط هيها إلها رأس، ومتوازي المستطيلات إلها ثمان رؤوس، والهرم إلها خمس رؤوس، هذا على حكي كمان. لكن الكرة هل لديها رأس؟ الأسطوانة هل لديها رأس؟ ما إلها رؤوس. إذا هل كلام كمال صحيح يا ثاني؟ إذا حكي كمال غير صحيح، لأنه هي عندي أنا الكرة لا يوجد لها رؤوس، والأسطوانة لا يوجد لها رؤوس. إذا نكتب يا ثاني لا، أنا راح أكتب لك إياها هسه على الكتاب لا، لأن إيش يا ثاني حكينا؟ لأن الكرة والأسطوانة لا يوجد لديها رؤوس، يعني صفر رؤوس يا ثاني. أنا راح أفتشك إياها يا مس. إذا نكتب يا ثاني الإجابة يا مس لا، لأن الكرة والأسطوانة لا يوجد لها رؤوس. شفتوا كيف إحنا جاوبنا على السريع إنه كمال حكى كلام غير صحيح يا ثاني، حكى كلام غير صحيح. ليش احنا مباشرة حكينا كلام صحيح؟ لأنه يا مس حافظين الجدول، حافظين الجدول يا ثاني. إذا مس تكتب لي الجدول هون عنا، تكتبه على دفترك يا ثاني وبنحفظه يا مس. هون احنا بنكون انهينا درسنا لليوم، ويعطيكم ألف عافية يا ثاني.